باز بۆ بەڕێز دکتۆر کۆچەرەمەر هیوادارین هەمیشە دەنگ زوڵاڵ و سینە ساڵ بیت. زۆر لای دنیا چوم بۆ دەرس بۆ سەیران، لە چوار وەرزەدا گەرمەسێر کوێستان، بۆ ساچنی دڵ، بۆ ئارامی گیان، نەگەیشتنە سایەی ئارامگاهی قورئان. بەڕێزان ئێستاش بفەرمون لەگەڵ وتەیەکی کورتی لایەنی سەرپەرشتیاری پێنجەمین فیستیڤاڵی خاڵ بۆ لەبەرکردن و جوانخوێندنی قورئانی پیرۆز لەلایەن بەڕێز عەتا عەبدوڵڵا ساڵح بەڕێوەبەری گشتی ئەوقافی سلەیمانی. سادة الحضور الكرام، والآن مع كلمة من قبل المشرف العام لمهرجان خال الخامس الأستاذ عتا عبد الله صالح مدير عام أوقاف السليمانية، فليتفضل مشكورا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة البرلمانيون المحترمون، العلماء الدينيين وشيوخ الطريقة والمثقفين وعموم ضيوف الكرام، السادة الحضور، باسمي وباسم مديرية عامة للأوقاف والشؤون الدينية لمحافظة السليمانية نقدم لكم أجمل التحايا والترحيب. حضوركم في مهرجان الخامس الخال للصوت والحفظ وأول مهرجان الدولي لقراءة القرآن الكريم بمشاركة عدة قراء دوليين وكل من مشاركين من الشيوخ الشيخ أحمد بن يوسف الأصهري رئيس لجنة التحكيم ممثل بنغلاديش، الشيخ رياض الجزائري ممثل الجزائر، الشيخ محمود القليني ممثل مصر، السيد عباس الحسيني ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشيخ عزة السيد راشد ممثل مصر، مع السادة دكتور كوشر والشيخ حسين البرزنجي من كردستان. لنا شرف أن أصبح اليوم مدينة سليمانية محط لتقام هذه النوع من الاحتفال التي تصبح أول مهرجان الدولي لتجمع أفضل مقرئي القرآن الكريم بعد أن أصبح مدينة سليمانية العاصمة الثقافية. لذا نودي شكرنا لبرلمان والحكومة كردستان لقرارهم بأن تكون محافظة سليمانية عاصمة ثقافية لإقليم كردستان. ومن هنا نطلب من حكومة إقليم كردستان ليخصص ميزانية خاصة لخدمة البنية التحتية للثقافة لكي تقام العديد من مهرجانات المشابهة في هذه المدينة. ومن الضروري أن نشكر الله تعالى على هذا الأمان والاستقرار التي ننعم بها في إقليمنا تحت رايه حكومة إقليم كردستان، وأن نتمتع بالحرية كاملة في ممارسة شعائرنا ومهرجاناتنا. السادة الحضور، كما يعرف الجميع إن الشعب الكردي يعطي اهتماما كاملا للعلوم الشرعية وعلوم القرآن الكريم في مجال التفسير والتجويد والتلاوة والصوت،
والتاريخ شاهد على هذه الحقيقة في الماضي والحاضر. برغم من اختلاف لغتنا الأم مع لغة القرآن الكريم، ولكن ظهر فينا علماء الكبار. هذا تعبير عن مدى اهتمام الكرد بالقرآن الكريم ومجال الشرعي. السادة الكرام، من هنا يجب أن نشكر السيد بهروز محمد صالح محافظ السليمانية الذي تحمل كلفة هذا المهرجان، ونتمنى للمشاركين النجاح والموفقية. ونشكر اللجنة التحكيمية والسيد دكتور كوتشر الذي صرف جهدا كبيرا من أجل إنجاح هذه المهرجان. ومن الآن نهنئ الناجحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان آما دبواني برز ما مساني آيني روشن بيراني شاري سليماني خوشكان ودايكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناوي خومانو بناوي بربراتي قشتي أوقاف وكارباري آيني فارزقاء سليماني وشرف من دين أمرو لدواي برياري شاري سليماني بباي تختي روشن بيري هريمي كردستان يكم مهرجانك كأنجام أدري بو قوريا مهرجاني قرآن خواندنا ببجداري كوملك لقرآن خواننا وداركاني ولاتاني إسلامي لجهان دا ماي خوشحالي همولايكا وجيغي وبرهنانوي همولايك مانا كلاني چي قوري روشن بيري لكردستاني إمدا بشي چي هر قوري مزقوتكانو حجري ما مستعاني آينيو خودی ما مستعان و تشیو خانه قاکان لعنتی چی هر گرنگی روشن بیری امگلی ام پیک دهنن کل دیر زمان و ما مستعانی آینی و حجرکانیان دریغیان نکرد و لفیگیان دنی خوکی لخوندوار کردنیان لبر روشن بیری کردنیان لشاری سلیمانی دا امرو ما ای خوشحالیه که همو او برزانی لیر آماده بون شیدای زانستکانی قرآنن که همو معنی لیر کوکر دوتو بو اجاره که تر من بخیراتن تانکم هر لیر و تمنای سرکوتن بو بجداربوان خوازم جاره که تر بخیراتنی او میوان برزا برزاناکم که لدروی کردستان هاتون بو بجداری ام مهرجانا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زور سپاس بۆ بەڕێز بە ڕێوەبەری گشتی ئۆقافی سلێمانی. زۆر زانکۆی بەرز و قوتابخانەم دی، بیری فەلسەفی و چەند ئەفسانەم دی، زانست و هونەر چەند دەستورم دی، نەگەیشتنە ئەوەی لەم قورئانەم دی. خۆشەویستان فیستیڤاڵی خاڵ بۆچی و گرنگیدان بە لاوانی بەهرەمەندی ئەمبوارە لەلایەن سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان وەک ڕێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنی لەپاڵ کارەکانی تریدا لاوتەیەکی هاوبەشی سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان و فیدراسیۆنی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی جیهانی ئیسلامی کە ئەبوو ئەمڕۆ بخرایەتە ڕوو لەلایەن بەڕێز مامۆستا گۆران عەباس بەڵام داوای لێبوردنمان هەیە کە بەهۆی تێکچوونی باری تەندروستی بەڕێزیان ناتوانرێ ئەمڕۆ پێشکەشکرێت لە بەرنامەکانی سبەینێدا پێشکەشەکرێت. بەڕێزان ئێستا دادوەرە بەڕێزەکان لە بەرنامەکانی ئەمڕۆی فیستیڤاڵەکە ئەناسێنین. بەڕێز یەکەم عیززەت سەید محەممەد عەلی ڕاشید دانیشتووی وڵاتی میسر بەڕێزیان لە چەندین پێشبڕکێی نێودەوڵەتیدا وەک قورانخوێن و دادوەری بەشداری کردووە و چەندین خەڵاتی نێودەوڵەتی پێبەخشراوە. والآن مع الشيوخ الكرام الحكام في مجال القرآن الكريم الشيخ عزة السيد محمد راشد علي راشد من جمهورية مصر العربية، شارك في عدد من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في مجال التحكيم والقراءة. بەڕێزان یەکێکی دیکە لە دادوەرە بەڕێزەکان بەڕێز مەحموود محەممەد حەسەن عاتیە دانیشتووی وڵاتی میسر بەڕێزیان ئەندامی کۆمەڵەی قورانخوێنانی میسرە و چەندین بڕوانامەی نێودەوڵەتی بەدەست هێناوە.
الشيخ محمود محمد حسن عطية من جمهورية مصر العربية، عضو مجموعة القرآن في مصر وصاحب عدد من الشهادات الدولية في هذا المجال. بەڕێزی دیکە لە دادوەرەکان بەڕێز ڕیاز ئەیتحەمو دانیشتووی وڵاتی جەزائیر بەشداری چەندین فیستیڤاڵ و ئاهەنگی نێودەوڵەتی کردووە، پلەی یەکەم و دووەمی لە هەردوو وڵاتی عێراق و ئێران بەدەستهێناوە. بەڕێز ئەحمەد بن یوسف دانیشتووی وڵاتی بەنگلادێش سەرەڕای بەشداریکردنی چەندین خەڵاتی نێودەوڵەتی پێبەخشراوە، وەک میدالیای ئاڵتوونی دوبەی، خەڵاتی تایبەت لە ئێران، خەڵاتی سەرۆکی بەنگلادێش. سید عباس حسینی دانیشتووی وڵاتی ئێران لە چەندین پێشبڕکی نێودەوڵەتیدا وەک قورانخوێن و دادوەر بەشداری کردووە و خاوەنی فێرگەیەکی قورانی پیرۆزە. بەڕێز شێخ حسین بەرزنجی دانیشتووی هەرێمی کوردستان بەشداری چەندین پێشبڕکی کردووە لە سەرئاستی عێراق و ناوچەکە وەک قورانخوێن و دادوەر. بەڕێز دکتۆر کۆچەر عومەر دانیشتووی هەرێمی کوردستان بەشداری چەندین پێشبڕکی و ئاهەنگی نێودەوڵەتی کردووە لە سەرئاستی عێراق و ناوچەکە وەک قورانخوێن و دادوەر. الشيخ رياض آت حمو من دولة الجزائر شارك في عدد من المهرجانات الدولية وحصل على مراكز الأول والثاني في العراق وإيران. الشيخ أحمد بن يوسف من دولة البنغلاديش شارك في عدد من المهرجانات الدولية وحصل على العديد من الميداليات الذهبية، منها الميدالية الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة دبي مع هدية خاصة من جمهورية الإسلامية الإيرانية ومنح هدية رئيس دولة بنغلاديش. الشيخ عباس حسيني من جمهورية الإسلامية الإيرانية شارك في عدد من المهرجانات الدولية في مجال التحكيم والقراءة ومؤسس مركز الخاص للقرآن الكريم. الشيخ حسين البرزنجي إقليم كردستان العراق. الدكتور كوتشر عمر إقليم كردستان العراق شارك في العديد من المسابقات الدولية على مستوى العراق والمنطقة في مجال القراءة والتحكيم. الدكتور إسماعيل حسن فتاح إقليم كردستان العراق. اما دەبوانی بەڕێز ئاگادارتانەکەین کە ئاهەنگی فیستیڤاڵی خاڵ ڕاستەوخۆ لەلایەن هەریەک لە کەناڵی ئاسمانی پەیام و کەناڵی ئاسمانی سپێدا ڕۆماڵێکی ڕاستەوخۆ کرێت. السادة الحضور، والآن مع الحافظ السيد ميلاد حسن عبد الله، والذي يحفظ العطفين الجزء من القرآن الكريم، فليتفضل بالمشاركة في المسابقة.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فذرهم ولو
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قال فما خطبكم ولقد جعلنا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا فيها رواسي ومن كل والأرض مددناها وألقينا على كرسيه وأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فما ننزله بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم ومن لستم له برازقين فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق الله العظيم الحكيم
بلى ما مصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى هذا بلدا آمنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وتولوا واستغنى الله
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة. ثم لتنبؤن بما عملتم إن الله على كل قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن من آيات واذكرن في بيوت واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. مرحباً برجاويكي بيكا لبركتني بيزيوز إقراني كيوز طريق سنار نادي محمد دانشوي شاري دهو بوشي دلالي كارازيرين بابتربي. والآن مع المشاركة شهاد مهدي محمد من محافظة دهوك الحاضرة 20 جزءا فليتفرغ مشكورا. المتسابق فاروق مقدار خان عزيز من محافظة السليمانية فليتفضل المشهور. السلام عليكم. بله. فاروق مقداد حما عزيز. السؤال الأول اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والسماء إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو مخلص إلا هو فاعبدوه فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني لا قل الله أعبد مخلصا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ذلكم الله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون اما زخوانی بارزون بینرانی هردو کنالی آسمانی استیده اگردار اکین و درد آمدی سبیل لبرد آوی زوری بلانیوانان لکوتای دام رو بیرسی دنگی زلالی شیخی از آیت همو دبین که بارزن لابواتی جزایی و هاتوات که آیا اگردار دن بجدر بیرکی دیتی بارز لابواتی دیلاو دن خوشی قرآن دیروز بارز دوران معلوم حالت دنشوی شاری همالچی شهید بابترنه المتسابق دوران معلوم عارف من حركة شهيد فليتفضل مخطوبا Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين طائر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات منهم من آمن منهم
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. برزان برزان بيكي جيكا لبركتني بيسيوس لقران بيوت خاتو بمان سيد محمد دانشوي شاي بوك بابرزان فرم المتسابقة بمان حسين محمد من محافظة روك حافظ تشمل جزءا قد تتفضل المشهورة. فمان حسين محمد. فمان حسين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أتل ما ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فما كان جواب قومه أئنكم لتأتون الرجال شهوة أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولوطا إذ قال لقومه إن أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما قال لهم الشهوة؟ أئنكم لتأتون اليوم قائلين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بل أنتم قوم تجهلون ولقد أرسلنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عليك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أمن خير من فسأل الثاني قل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعصا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يجزي القوم المجرمين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا
ربنا نجنا من القوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قوم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. برای سندرشتویی دیگر لحوه این تیلاوی خوشی قرآن دیروز برای سرخیان توفیق همه دنشوی شهری سیمانی برد کرده. والآن مع المتسابق سرخيان توفيق حمد من محاور السليمانية فليتفضل مشغولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إِنَّ النَّاسَ إِمَامٌ
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. ونمكن لهم في الأرض ونريد
وارثين وارثين أنا قلت وارثين وارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين موارثون. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كلا إنه تذكرة هي متشابهة هي لا متشابهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا صدق الله. برای دیدن صلاح احمد دانشجوی شهرینبرگ و فرمید از متصادق دیدار صلاح احمد من محرد راک و مشارک نمازت ابتدا و فرمید حقیم صاحب. بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. بەڕێز خاتوسای ساجدا عەبدوڕەحمان شوری دانیشتووی شاری دهۆک با بەڕێزیان فەرموو. بەیان مەعتەزابمە ساجدا عەبدوڕەحمان شوکری حاوەت بر بەڵام من محاوەت بڵۆک قەلبی تەفەضڵ أيحسبون أنما نمدهم به
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى ربهم راجعون وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولا نكلف نفسا إلا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. السؤال الثالث إخواني من قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم ولله ملك السماوات والأرض وما بين ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
كم هوا بفرم لقوا بين زبال الشيخ رياض جزائري بەڕێزان لەبەرەوەی بەشداربوومان کەم ماوە بفەرمون لەگەڵ دەنگی زڵاڵی شێخ ڕیاض جەزائری والآن أترحم بابن الكريم الشيخ الأستاذ رياض الجزائري يدعو على مسامعنا آيات المذكر الحكيم فليتفضل مشهورا
كل امرئ بما كسب رهين يتنازعون فيها كأسا